مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي، اللي هي النشره اللي بنقولها لحضراتكم كل يوم. في الاول كل سنه حضراتكم طيبين ورمضان دايما كريم عليكم وعلى كل الشعب المصري والعالم العربي كله. يعني معايا اخبار كتيره، هبداها طبعا بالخبر او هطمنكم الاول على محمد صلاح. محمد صلاح ان شاء الله في المونديال، اصابته ان شاء الله اسبوعين لثلاثه بالكثير، وان ممكن ما يلحقش الماتش الاول لكن ان شاء الله يلحقه، وان شاء الله شرفنا في روسيا زي ما هو مشرفنا في كل مكان. بصراحه اصابته كانت اصابه صعبه جدا، زعلت الشعب المصري كله، الشعب العربي كمان. في ناس كتير قوي بعد الاصابه سابوا التلفزيون خالص. هنتكلم عن محمد صلاح وهنتكلم عن ماتش ليفربول وريال مدريد اللي اقيم بالامس وفاز فيه ريال مدريد، وهنتكلم عن راموس اكيد كلكم طبعا مستنيين نتكلم عليه. لكن في الاول ابدا بان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واسطوره الكوره المصريه والعربيه طلب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه تشكيل لجنه ماليه رفيعة المستوى لمراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها السيد تركي الشيخ للنادي، والتأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة. جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله رئيس النادي الأهلي لوزير الشباب والرياضة ظهر اليوم. قدام حضراتكم على الشاشة نص الخطاب اللي أرسله الكابتن محمود الخطيب للسيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز. إن شاء الله في آخر كلامي مع حضراتكم هختم برضو بالنص الخطاب مرة تانية علشان الناس اللي مش قدام الشاشة دلوقتي. ده كان نص الخطاب اللي طلب بيه الكابتن محمود الخطيب من السيد المهندس خالد عبد العزيز رفيعة المستوى لمراجعة وحصرة كافة الأموال التي تبرع بها تركي آل شيخ للنادي الأهلي. أكيد حضراتكم عرفتوا الموضوع كله، مش عايز أنا أتكلم عن الموضوع ده خالص، لكن أنا عايز أقول وأكد للكابتن محمود الخطيب، لو مش عارف الناس بتحبك قد إيه والناس بتثق فيك قد إيه والناس بتعشقك قد إيه من يوم ما اتولدت لغاية لما تموت، اعرف إن الناس بتحبك وبتعشقك لغاية ان شاء الله بعد عمر طويل لغايه لما تموت. الناس بتقول ان كابتن محمود الخطيب اتولد اسطوره وهيموت اسطوره، وانت في قلوبنا كابتن محمود بصرف النظر عن اي حاجه خالص. يعني انا مش عايز اتكلم عن الموضوع بصراحه غصب عني. نطلع بره الموضوع ده ان شاء الله، هرجع اختم بيه الحلقه معاكم. مجلس اداره النادي الاهلي غدا جد على النادي. ايضا الاهلي يتسلم درع الدوري العام 8 يونيو المقبل. كانت في ناس كتير بتتساءل ليه النادي الاهلي ما استلمش الدرع في الدوري وفي الحاجات دي كلها. طيب قبل ما نتكلم عن تسليم الدرع النادي الاهلي، نطلع نشوف تقرير من فرع الشيخ زايد عن الدوره الرمضانيه اللي بيقيمها النادي الاهلي والاجواء الرمضانيه كمان في النادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم على طول. يلا. رمضان هنا بالذات في الشيخ زايد بنحس ان احنا اسره كبيره، الناس كلها قبل الفطار كل الناس الاسر جايبه فطارها وجايبه مشروباتها، وبعد كده بنتجمع كلنا بنروح نصلي تراويح او بنصلي صلاه عشاء، فالجو فيه حاسين ان في رمضانيات هنا. يعني بصراحه هو يعني هنا الجو بيبقى كويس، واحنا دايما هنا بنيجي نتجمع هنا. بص انت هنا ممكن تحس رمضان اكتر احسن، في هنا جو احسن ما تكون قاعد في بيتك، بتبقى قاعد حاسس انك يعني في ما انتش مرتاح، مش حاسس رمضان، لكن انت بتيجي هنا بتبقى حاسس قاعد يعني في جو. والله اجواء جميله جدا، والحمد لله يعني نشكر الكابتن بيبو على كل الامكانيات اللي عملها لنا في النادي الاهلي.
وكفايه ان هو مثلا يعني عامل حمام السباحه، وكفايه ان هو عامل مسجد مثلا صلي فيه التراويح والعشاء والتراويح والمغرب وكده. واحنا طبعا بنيجي قبل المغرب، قبلها مثلا بنص ساعه نقعد نلعب الاولاد وكده في الالعاب اللي هنا، الطفيه اللي هنا، وبعد كده ان شاء الله مثلا بنقعد نفطر مع بعض في اجواء رمضانيه جميله، ونقعد نشرب الشاي والقهوه، وبعد كده يعني اجواء رمضانيه جميله جدا. يعني الجو هنا في النادي طبعا الوضع بيبقى طبعا مختلف، نادي الاهلي الشيخ زايد تحديدا جو رائع جدا جدا جدا، يعني بنحب دايما تعرف طول فتره السنه تحديدا يبقى كل واحد في انشغالاته والشغل والمدارس والكلام ده كله، ف يعني تحديدا شهر رمضان كمان لما دايما كله عزومات، فدايما بنخلي دايما عزوماتنا جوه النادي. تمام، رغم ان احنا قريب مننا نادي فرع الجزيره، ولكن احنا بنيجي المشوار ده عشان نقعد هنا. الجو هنا بصراحه رائع رائع جدا جدا، حلوه جدا، انا عجباني. الخيم شكلها حلوه، وانا بصراحه لسه ما دوتش الاكل، انا اول مره هدوه النهارده، وبس مبسوطه جدا. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير عن الاجواء الرمضانيه في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وزي ما حضراتكم شفتوا الاعضاء وجو رمضان. كل سنه حضراتكم طيبين للمره الثانيه، ورمضان كريم دايما عليكم وعلى مصر كلها وعلى الامه العربيه والاسلاميه بصفه خاصه. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي بيتسلم درع الدوري العام يوم 8 يونيو المقبل. تم الاتفاق بين الاتحاد المصري لكره القدم والنادي الاهلي والشركه الراعي الاتحاد وراعي النادي الاهلي برزنتيشن على تسليم درع الدوري للنادي الاهلي ان شاء الله يوم 8 يونيو المقبل في حفل يقام باحد فنادق القاهره. زي ما قلت لحضراتكم كانت في ناس بتتسال ليه الاهلي ما استلمش درع الدوري في الملعب زي ما حصل قبل كده، واحنا قلنا ان هي كانت ظروف النادي الاهلي كان عايز ان هو يعمل احتفاليه كبيره للدرع الدوري العام، حتى كمان المره الأربعين، عدد كبير جدا من حصد هذا اللقب، ولقب مميز جدا ومحبب للنادي الاهلي. 40 لقب للنادي الاهلي او 40 دوري عام للنادي الاهلي، عشان كده ان شاء الله يبقى في احتفاليه كبيره في احد فنادق القاهره، وان شاء الله تكون احتفاليه تليق باسم النادي الاهلي والبطوله رقم 40. الجماهير كان نفسها النادي الاهلي يستلم الدرع في الملعب، لكن عادي يعني احنا ياما استلمنا ادرع كتير جدا او دروع كتير جدا للدوري العام والكاس مصر والافريقيا الحمد لله يعني، فنجرب مره ما نستلموش في الملعب مش هتفرق كتير يعني، الموضوع مش جديد علينا. دي قدام حضراتكم دي كانت اجواء تسليم الدرع للفريق. طيب نروح كمان لخبر المنافسه تشتد في بطوله عائله الدوري او عائله الاهلي الرمضانيه، معلش الدوري واخدني شويه. تتواصل مباريات البطوله الرمضانيه تحت عنوان دوره عائله النادي الاهلي، والتي تقام على ملاعب نادي الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، زي ما النادي الاهلي دايما بيعمل. ان شاء الله تكون بطوله مميزه جدا دوره رمضانيه بيقومها النادي الاهلي في فروعه الثلاثه، نادي الجزيره وفرع الجزيره وفرع مدينه نصر والشيخ زايد. ان شاء الله تكون بطوله مميزه وتكون بطوله ناجحه باذن الله كعاده النادي الاهلي. نطلع نشوف تقرير عن هذه الدوره الرمضانيه ونرجع لحضراتكم على طول. كل سنة طيبين. الدورة السنة دي طبعا عائلة الأهلي بيقوم بتنظيمها اللجان المشكلة من النادي الأهلي، عارفين طبعا في لجان شباب ولجان المرأة ولجان ومختلف اللجان يعني، فلجنة الشباب هي المكلفة بتنظيم اللجان. عملت إعلان وعملت سيستم للماتشات، عملت ثلاث مراحل، أربع مراحل سنية، مرحلة البراعم ومرحلة من 14 ل 19 سنة ومن 20 ل 29 سنه وفوق ال 30.
فبقى عندنا اربع مراحل سنيه. عاملينها برضو عملوا قرعه علنيه جابوا فيها كل الفرق، دعوا كل الفرق قبل البطوله بيوم، عملوا قرعه علنيه وتم سحب القرعه بواسطه بعض اعضاء مجلس الاداره واللجنه الشباب وناس من وبعض الاعضاء الاداره التنفيذيه، والقرعه اتسحبت بصوره علنيه قدام الناس كلها، اتحطت المجاميع، ابتدت اللجان تشتغل وتعمل الجداول. كل ده بواقع الكارنيه، ممنوع اي حد يخش مش عضو. ففي نظام محطوط من A to Z، وطبعا بيغلب عليها روح العائله، عائله النادي الاهلي، اللي هو المبادئ لازم تتطبق، ما فيش مشاكل، كل حاجه بيتم السيطره عليها. بعض الحمد لله افراد الامن متعاونين جدا، عاملين كنترول كويس على البوابات بحيث ان ما بيخشش دلوقتي. يعني ثبتنا ولفت اللجنه، يعني عاملين تنظيم كويس الحمد لله بناء على التعليمات اللي مطبقه، محطوطه لائحه على باب الملعب منظمه كل حاجه، فالحمد لله الامور ماشيه كويسه، يعني ربنا يتممها بخير، لان هي المفروض ان كان التعليمات ان هي تخلص على يوم 20 او يوم 21 تقريبا. دوره بشكل عام، دوره السنه دي مميزه، ودوره فيها التنظيم بتاعها حلو جدا، وشايف ان الدوره السنه دي فيها ميزه ان هي كل حاجه في ميعادها وفي وقتها وفي سيطره وفي نظام، فدي ميزه كويسه جدا في الدوره السنه دي. في طبعا في ولاد صغيرين وفي شباب وفي الرجال اللي هو مرحله الرجال اللي احنا بنلعب فيها، وبصراحه الماتشات السنه دي حتى الفرق اللي نازله اول مره تنزل وفي حماس في اللعب شديد، ويمكن الدوره بالشكل الجديد اللي هي معموله دي فمشجعه ناس كتير وفرق كتير تنزل السنه دي، فده مخلي الدوره كويسه. معانا فرقه توفيق، ومعانا فرقه 2007، ومعانا فرقه برشلونه، ومعانا فرقه تانية انا مش فاكر بصراحه، مش متذكر، وفرقه ليفربول. احنا كسبنا ليفربول 1-0 وتعادلنا مع برشلونه 0-0. فرقه النجوم، احنا حامل اللقب السنه اللي فاتت، انا حارس المرمى بتاع الفرقه، ودي السنه الثانيه لينا بنشارك في البطوله، ان شاء الله ناخدها ان شاء الله السنه دي. يعني المستوى بيعلى اصلا عن السنه اللي فاتت، مستوى اعلى لان موضوع الفرق اختلف، ان بالنسبه للاعمار، تحديد الاعمار مثلا الاعمار بقت احسن، ان هم حددوا من ابتداء من 30، فلا السنه دي احسن بكتير. يعني مجموعه اكيد صعبه، يعني ما فيش مجموعه سهله، ما فيش دوره سهله. اول ماتش خسرنا، الماتش ده تعادل، ان شاء الله بقينا ماتشين نعوض ان شاء الله. نتمنى انه يكون في دوره كل شهر، يعني كل شهر نتمنى يكون في دوره بتعمل روح للنادي كده، وانت شايف ان الناس كلها بتتفرج والاسر كلها يعني بتتابع. هو جميله جدا بصراحه، الدوره كويسه جدا، مقربين شويه كلنا من بعض، بتعمل الفه كويسه بيننا وبين الاعضاء والفريق، بيننا وبين اصدقائنا من فرقه صفا والفرق الثانيه، فجو جميل جدا، جو رمضاني جميل جدا. يعني شايفها ان هي حاجه حلوه، خصوصا ان كمان السنه دي معمول حاجه جديده، ان هي ليها جايزه ماليه عكس السنه اللي فاتت. يعني انت عندك الفرقه الاولى على الثلاث فروع ليها جايزه ماليه 10,000 جنيه لدورتنا والاكبر، تمام؟ فدي بالنسبه لنا هتفرق، فاتت حاجات احسن يعني بالنسبه لنا، خصوصا كمان مع بدايه القرعه لما حصلت اداك تيشيرت النادي الاهلي الاصلي، فدي كانت حاجه مفرحه بالنسبه لنا ان انت تاخد تيشيرت النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني شفنا الدوره الرمضانيه اللي عملها النادي الاهلي او اللي لسه شغاله في النادي الاهلي، وشفنا كمان اجواءها. عايز اروح للنجم المصري ونجم العرب وفخر مصر كلها، النجم محمد صلاح، واللي كل مصر امبارح حطت ايدها على قلبها لما صلاح وقع، وكمان يعني شلنا الهم وقلبنا وجعنا اكتر واكتر لما شفنا صلاح بيبكي من شده الاصابه ومن زعله على انه ما قدرش يحقق دوري الابطال مع ليفربول، وكان عنده فرص كتير جدا وكان عنده حاجات كتير جدا، لكن الحمد لله. يعني الحمد لله، انا اول ما صلاح اتصاب، يعني طبعا كلنا كنا عارفين ريال مدريد ماشيه ازاي من اول بطوله، وعارفين ريال مدريد هتاخد بطوله، زيدان مش عارف بيعمل ايه بصراحه بره الملعب، يعني حاجه غريبه جدا، ناقص ان الفرق تحط جوان في نفسها عشان ياخدوا البطوله، لكن خدوا البطوله خلاص. فانا كنت مش متفائل ان ليفربول ياخد البطوله، وكنت بعيد جدا ان صلاح يتصاب بصراحه، ما كانش حد في دماغه ان صلاح يتصاب. لكن لما شفنا بقى الكواليس، وشفنا بصه رونالدو على صلاح، حاجه بصراحه احسن لعيب في العالم لما يبص لرونالدو، احنا باللغه المصريه كده او اللغه العاميه كده بيصغر له، يعني بيديله عين كده في الصميم، حاجه بصراحه
تحسك انت كمان بقيمه محمد صلاح. لما صلاح خرج في ناس كتير قوي زعلت، يعني انا زعلت طبعا لا على صلاح وما كنتش عارف حجم الاصابه عامله ازاي، لكن انا ربنا بدي الانسان حاجه عشان الناس تعرف قيمته. صلاح خرج امبارح ما شفناش ليفربول خالص للاسف، عشان فعلا كمان الناس بتقول منتخب صلاح وليفربول صلاح وكل حاجه بقت صلاح ما شاء الله عليه. فالحمد لله انها جت على قد كده، والحمد لله الاصابه اصابه اسبوعين ثلاثه ان شاء الله ويرجع للمونديال. لكن الحمد لله صلاح ما تزعلش، كفايه زعل كل مصر عليك لما شاف الدموع كمان الدنيا كلها اتقلبت. الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه اجرى اتصال تليفوني بمحمد او النجم محمد صلاح للاطمئنان على مدى اصابته، وكمان عشان يطمن هو بنفسه ويطمن الشعب كله. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريده على تويتر: تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد اصابته، وكما توقعت وجدته بطلا اقوى من الاصابه ومتحمسا لاستكمال مسيره البطوله والتميز، وقد اكدت له انه اصبح رمزا مصريا يبعث على الفخر والاعتزاز، وانني ادعو الله له دعاء الاب لابنه بان يحفظه ويتم شفاؤه على خير. ده نص التويته اللي كتبها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحمد صلاح عشان يطمن بيها كمان كل الجماهير المصريه. محمد صلاح فعلا ما بقاش حاجة عادية، محمد صلاح بقى عند العالم كله حاجة، وعندنا احنا كمان كمصريين حاجة تانية خالص. مش عايز اقول لكم انا اكيد احنا في الاول وفي الاخر بنشجع كورة وكمان مشجعين درجة يعني بعد التالتة كمان. لما شفت محمد صلاح اتصاب انا بصراحة ما اتفرجتش على الماتش خلاص، انا بشجع ليفربول عشان محمد صلاح، ومحمد صلاح لو لعب في نادي هنشجعه وهنبقى احنا تبع النادي اللي بيروح له محمد صلاح، وشجعنا روما عشان محمد صلاح، وشجعنا بنشجع كل الانديه اللي بتلعب فيها اللعيبه المصريه. لكن طبعا محمد صلاح متميز بصراحه، فاحنا كلنا كمصريين مع صلاح ومع ليفربول. لكن بعد الاصابه بعد دموع صلاح بصراحه انا قمت وقعدت ادور على اكونت راموس بصراحه. لما دخلت على اكونت راموس وجبته انا عايز اعمل اي حاجه، يعني انا عايز اعمل اي حاجه، انا مش عارف، مش عايز اقول لكم ان انا كنت جزء من الشعب المصري اللي اتهز لاصابه صلاح. طب قبل ما اكمل لكم الموضوع نروح للنجم مصر. طيب يلا هتوقع التليفون تاني. زي ما اقول لكم زي ما قلت لكم، فلما شفت محمد صلاح وشفت دموعه فقمت سبت الماتش خلاص ودورت على اكونت راموس ودخلت له واديته بقى اللي فيه النصيب. انا فوجئت ان كل مصر هناك، يعني كل مصر ما استنتش الماتش يخلص، كل مصر كانت على اكونت القاتل اللي بيضيع متعه الكوره. يعني يورجن كلوب كتب له تويته كده قال له انت سرطان الكوره، يورجن كلوب المدرب نادي ليفربول. طب اروح للنجم نجم مصر الكابتن ضياء. كابتن ضياء اهلا بيك يا كابتن. فيك يا كابتن. كابتن ضياء ميدو مساء الفل عليك يا كابتن. مساء الفل عليك يا ميدو. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. طيب والله اكرم عليك وعلى كل مشاهدينك يا ميدو. ربنا يخليك يا رب. انا دايما طبعا يعني بنجيب حضرتك علشان لما يكون في مناسبه كبيره الناس بتطمن من كلام حضرتك وبتقتنع بيه. طمنا الاول على اصابه محمد صلاح. والله الحمد لله، ما هو صلاح صرح والدنيا بقت واضحه النهارده اكتر من امبارح، لانه هو انت عارف الكشف الفعلي هو بيكون ثاني يوم الاصابه. هو ده الكشف الفعلي الحقيقي اللي تقدر تبني عليه اي كلام. لكن امبارح من حب الناس ومن الاندفاع كان لازم الاتحاد يطمن الناس ودكتور المنتخب يطمن الناس، لكن النهارده الحمد لله الامور مشيت بشكل كويس، وانه اهم حاجه انه الاصابه من 10 لثلاث اسابيع. نتمنى ان شاء الله ان هو كمان مصمم انه يحاول انها تبقى بدري، وانه عنده طموح وعنده قوه وعنده اراده انه يخليها بدري. لكن طبعا بعتقد ان الفريق الطبي بتاع ليفربول هي مش هيسيبه يروح غير وهو ان شاء الله مكتمل الشفاء تماما. اكيد اكيد اكيد. يعني انا برضو كنت عايز اسمع منك الحته ديت عشان كل الناس خايفه ان محمد صلاح، تعرف محمد صلاح كابتن ضياء شخصيته عامله ازاي، وامبارح كمان هو اتصاب وعيط وطلع ورجع، يعني عنده تحدي داخلي غريب جدا. فاكيد اطمنا من الناس، اطمنا من حضرتك كمان ان فريق الطب لليفربول مش هيسيبه غير لما يكون متاكد من نسبه 100%. لانه هو في نقطه مهمه جدا، هو طبعا صلاح عنده اراده قويه ومصمم انه يعمل حاجه عشان حب الناس اللي شافوا بدرجه كبيره امبارح بهذا الشغف. لكن في حقائق لازم الناس تعرفها، انه صلاح ملك ليفربول من الاصول الثابته بتاعت ليفربول بالظبط،
ووصول مش اي كلام، وصول عاليه جدا ليها قيمه عاليه ومرتفعه. الإصرارهم على انه يكمل علاجه عندهم، وان هم الفريق الطبي يشتغل معاه العلاج، انه صلاح مهم جدا ومش هيسلموه بسهوله حتى لو ده ضد رغبه صلاح. فلازم الامور الناس تعرف انه لصالح صلاح، صالح المنتخب، ان شاء الله مع الفريق الطبي اللي موجود هيسلم سليم معافي ان شاء الله. ان شاء الله. يعني كابتن ده برضو بصفتك برضو خبير كرة كبير جدا، شفت الاصابه كان فيها تعمد من راموس ولا كانت اصابه، كانت تدخل عادي من راموس والاصابه جت قضاء وقدر؟ لا هو مش تدخل عادي. هو انت لما بترجع للسجل بتاع راموس اللي هو سجل مجرم يعني. بصراحه ده سجل مجرم في عمق بشكل كبير جدا، والكوره مش كلها فير بلاي، الكوره فيها احيانا كتير. لازم احنا كمدربين ولاعيبه لازم تتعلم من القذاره قبل الطهاره، لازم تتعلم من ده بشكل كبير جدا. فهو سجل راموس في الانذارات وفي الطرد وفي اصابه اللعيبه وفي العنف بتاعه بيدي الاحتمالات الاكبر. الكره طبعا كان فيها عنف، كان فيها دخول في عنف كبير جدا ادى للاصابه. فسجل راموس اللي قبل كده بياكد انه هو دخل بعنف يعني اقرب الى الايذاء. تمام. كابتن ضياء على المستوى الشخصي تجربه جديده مع نجوم المستقبل، شايف التجربه ازاي وهل هي اتاخرت ولا انت كنت مستني حاجه معينه؟ والله حكايه انك تخطط وتبقى لنفسك عشان تستنى حاجه معينه، الجو نفسه بتاع الشغل والجو عملية تسكين المدرب او اللعيب او الجو متلخبط بدرجه كبيره. مش كل حاجه بتقومها انك انت تبقى عايز الحته دي بكفاءتك تروح هنا وتروح لها، فيها شويه ايه حاجات ثانيه تدخلات ثانيه. لما بتيجي التجربه وانت عايز تشتغل بعتقد ان هي تجربه واعده، تجربه فيها تحدي كبير جدا مع فرقه لسه صعبه. النادي نفسه عنده استراتيجيه محترمه، انا بحب النادي اللي هو موضح استراتيجيته بشكل كبير جدا، ان انا عندي لعيبه صغيره ولعيبه موهوبه وانا عايز استثمر فيهم بشكل كويس. فالاستثمار بيقابله انك انت لازم تشتغل كتير جدا، تشتغل بشكل فني عالي، لان هم الولاد لسه طالعين من الدرجه الثانيه، طبعا محتاجين نقله ثانيه اكيد عشان يخشوا شاشه العرض الكبيره اكيد اللي هي الدوري الممتاز. طبعا هي تجربه صعبه ومحتاجه ان احنا نشتغل بشكل كبير قدام. واعتقد انه اداره النادي ورئيس النادي قابل هذا التحدي، وانا هتعبهم جامد يعني، هتعبهم جامد في الشغل انا عارف عشان نوصل لحاجه كويسه وحاجه معينه. لكن هم الى الان الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس، لكن بقول هي تجربه صعبه محتاجه ان كل الناس تشتغل، وهتشتغل ويطلع عينهم. انا هنشتغل شغل كبير كبير علشان باذن الله نحقق اهداف النادي، اتمنى ده يعني. ان شاء الله كابتن دول احنا مستنيين منك ان شاء الله نقله ان شاء الله في كره القدم المصريه بفكرك وباسلوبك المميز. ان شاء الله موفق مع نجوم المستقبل في العام المقبل باذن الله. كابتن ضياء السيد نجم مصر ومدير الفني لنجوم المستقبل الحالي، شكرا جدا ليك. هنكمل اخبارنا بعد هذا الفاصل. في كل مكان
أعظم نادي في الكون. الأهلي فوق الجميع. وليد سليمان وشنطة الإجوان، وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة الافتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. طول عمرنا ما بنيأسش، ما بنخافش، بندور على الصعب ونروح له. عشان كده مفيش حاجة بتفرقنا. احنا الاهلي اعظم نادي في الكون. جديد مستمرين معاكم، وكمان مع النجم المصري ونجم العرب ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح بيعلن عن لحاقه بمباريات كأس العالم. محمد صلاح في تويتر على موقع تويتر قال: كانت ليلة صعبة للغاية ولكني مقاتل على الرغم من الصعاب، وأنا واثق بأني سأكون في روسيا لأجعلكم فخورين. حبكم ودعمكم سيمنحني القوة التي أحتاجها. ده محمد صلاح على تويتر. كلنا ثقة في محمد صلاح وفي ربنا ان هو يرجع بسرعة جدا، بس لازم يرجع بنسبة 100% سليم. مش عايزين إصابة تتفاقم يا جماعة. ان شاء الله الحمد لله كمان ان هو في نادي كبير زي نادي ليفربول مش هيطلعوا صلاح الا وهم متأكدين ان هو سليم بنسبة 100%، ولا مجال ان الإصابة ترجع له تاني. قدام حضراتكم الإصابة اللي لحقت بالنجم محمد صلاح. صلاح إصابة مع سبق الإصرار والترصد من، مش عايز بقى يعني احنا في رمضان، من راموس. دي كانت التويتر اللي كان يورد بيها محمد صلاح على موقع تويتر. صلاح يعود بعد 3 أسابيع، اعلنت مصادر مقربه لمحمد صلاح. انا بجمع لكم كل الاخبار، او فريق اعداد جمع لكم كل الاخبار المتعلقه بصلاح عشان تطمئنوا. عشان امبارح كان في ناس كتير قوي يعني شويه صلاح هيغيب شهر شهرين ثلاثه. انتوا عارفين احنا لما بقى بنبدع في الاخبار على الفيسبوك وتويتر، فبحاول اجمع لكم، او فريق الاعداد بيحاول يجمع لكم كل الاخبار المتعلقه بصلاح. اعلنت مصادر مقربه من النجم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر ان الاشعه التي اجراها اليوم الاحد كانت او اكدت تعرضه لاصابه بتمزق في الاربطه الخلفيه للكتف خلال الكره المشتركه مع راموس مدافع ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا. ومن المنتظر ان يغيب صلاح لمده لن تزيد عن 3 أسابيع ان شاء الله، ليلحق مباراتين على الاقل من مباريات الدوري أو الدور الأول النهائي نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا. احنا كنا نتمنى طبعا أنه يلحق بأول مباراة، احنا مش ضامنين اللي يحصل في أول مباراة عشان نستناه، لكن احنا قلنا في الأول في الآخر سلامة صلاح أهم من أي حاجة في الدنيا. إن شاء الله صلاح لسه قدامه العمر، إن شاء الله إن شاء الله ربنا يديله طول عمره، إن شاء الله يدخلنا كأس العالم مع كل رجالة المنتخب. مهندس هاني أبو رضا أيضا بيقول: المحاولات مستمرة للحاق صلاح بمباراة الأوروغواي.
أعرب المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني عن ارتياح بعثة المنتخب الوطني للنتيجة التي انتهت إليها فحوصات محمد صلاح. كل الناس بصراحة طبعا مش هنهتم بصراحة, هنهتم بمين؟ النجم حجازي لمحمد صلاح مستنيينك بسرعة. طبعا كل نجوم المنتخب وأكيد هكتور كوبر ما نامش من امبارح لما ما يعني ما يلاقيش محمد صلاح جنبه, ربنا يسترها. وجه نجم منتخب مصر ويست بروميتش احمد حجازي رساله لنجم ليفربول محمد صلاح بعد اصابته في مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد, وكتب حجازي لمحمد صلاح عبر حسابه بتويتر مستنيينك بسرعه وما تتاخرش. قدام حضراتكم التويته بتاعه احمد حجازي. ايضا في نفس السياق النجم محمد انني لمحمد صلاح اصابتك مش هتمنع حلمك. وجه نجم ارسنال ومنتخب مصر انني رسالة النجم ليفربول محمد صلاح بعد إصابته في مباراة النهائي, وكتب النني لمحمد صلاح عبر حسابه بتويتر إصابتك مش هتمنعك عن تحقيق الحلم, الموضوع مفيش فيه اختيار, لازم أنت ترجع وأقوى من الأول كمان, عندنا هدف هنوصله وحلم هنكمله زي ما بدأناه مع بعض. كلام حلو قوي بصراحة محمد النني, إن شاء الله يرجع وإن شاء الله تحققوا حلمكم. أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بيقول إن راموس لاعب مؤذي, كل مصر عارفة ان راموس لاعب مؤذي واللاعب كمان يعني جزار ولاعب غلاوي وحاجات كتير قوي انا كاتمها في قلبي. احمد حسن قال الجماهير بعد اصابة صلاح تركت المباراة وركزت في اصابة النجم المصري اكيد, وتابع قائد منتخب مصر راموس لاعب مؤذي وله العديد من المواقف مع ليون ميسي, توقيت الإصابة كان سيء للغاية, تلعب في نهائي أوروبا ومقبل على كأس العالم. واختتم أحمد حسن نتمنى أن يشفى صلاح سريعا ويشارك في كأس العالم. ده كان كلام النجم أحمد حسن قائد منتخب مصر وعميد لاعبي العالم السابق. أيضا النجم لويس سويس بيقول أتمنى مهاجم منتخب أوروغواي ونجم برشلونة سويرس الشفاء العاجل لنجم منتخب مصر محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها الأهلي مدريد, وأضاف أتمنى ماشي. أيضا النجم الألماني توني كروز لاعب ريال مدريد الأسباني أعرب عن حزنه الشديد بعد إصابة كل من كارباخال والمصري محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي, وتمنى شفاء اصدقائه على حسب كلامه. شكرا جدا. وكتب كروز على حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر في ظل الاحتفالات لا اريد ان انسى ان اتمنى لاصدقائي كارباخال ومحمد صلاح الشفاء العاجل, نامل ان نشاهدهما في كاس العالم. في نفس السياق العالم كله بيتكلم عن صلاح وبيتكلم عن راموس, صحيفة ليكيب الفرنسية بتقول راموس تعمد إصابة محمد صلاح. اتهمت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الأحد مدافع وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس بتعمد إصابة نجم ليفربول المصري محمد صلاح, وأشارت الصحيفة إلى أن راموس تعمد إصابة صلاح موضحة أنه في الدقيقة 25 من زمن اللقاء وبعد بداية جيدة من جانب ليفربول تسارع راموس على الكرة مع محمد صلاح, وأضاف الأسباني أسقط اللاعب المصري وقام بلي ذراعه وسقط فوقه معتمدا على حركة تتبع في لعبة الجودو حيث سقط فوقه بكل ثقله. أكيد حضراتكم فاكرين المنظر وفاكرين الحركة وفاكرين تسارع بين راموس ومحمد صلاح, وشفتوا قد إيه راموس كان محتفظ بإيد محمد صلاح وإن يكن الإصابة في دراعه الثاني, لكن طبعا تغيير اتجاه محمد صلاح وسقوطه نتيجة لاحتفاظ راموس أو مسك راموس لإيده أدت لإصابة الكتف العكسي. محمد صلاح ضمن تشكيلة الأفضل في دوري أبطال أوروبا, أعلن حساب الرسمي لدوري لبطولة أبطال أوروبا عبر تويتر التشكيلة الأمثل للنسخة والتي توج بها ريال مدريد الأسباني أمس السبت على حساب ليفربول الإنجليزي, وجاء محمد صلاح جناح منتخب مصر وليفربول ضمن التشكيل الذي أعلن عنه الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا. ولم يشهد التشكيل تواجد أي لاعب من برشلونة الأسباني سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي. قدام حضراتكم التشكيلة عرضناها قدام حضراتكم. فيما ضمن التشكيل 8 لاعبين من ريال مدريد بطل النسخة الحالية وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو. كان لازم ياخدوا زيدان بصراحة في التشكيلة دي حتى هو مدرب مش مشكلة, يعني عشان يشوفوا ما بيعمل ايه, كسب البطولة دي ازاي يا جماعة. البطولة دي ما انا نفسي اعرف
الريال كسبها ازاي؟ اسوأ بطولة في التاريخ يكسبها فريق. يعني امبارح كمان حارس ليفربول بصراحة انا هبدأ اصدق الاعمال ولا ايه؟ مش عارف. بس مين اللي عمل له عمل؟ معقول زيدان ليه في الاعمال كمان؟ مش عارف. طيب هيكتور كوبر بيعدل مواعيد تدريب المنتخب. اجرى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني تعديلا على مواعيد تدريب الفريق في معسكره بمدينه برجامو الايطاليه نظرا لاعتدال الاحوال المناخيه استعدادا لوديه كولومبيا المقرر لها 9:15 ان شاء الله مساء الجمعه في اطار الاستعداد لكاس العالم 2018. وتقرر اقامه تدريب وحيد في 7 اليوم ان شاء الله. ربنا يوفقك يا مستر هيكتور كوبر بصراحه، ربنا يوفقك. يعني بعد الماتش اللي عمله المنتخب مع الكويت ده الناس بدات تقلق بصراحه، يعني الناس بدات تقلق ومش شايفين اي جديد. يمكن عمل لنا مفاجاه في كاس العالم، يمكن او مخبي حاجه مثلا نشوفها في كاس العالم. يا رب يا رب. دعوات كل المصريين ان شاء الله تعدل اي خطه وتعدل اي دماغ. والمحمدي ينضم للمنتخب غدا. احمد محمدي لاعب استون فيلا الانجليزي هيصل الى ميلانو الايطاليه في 10 من صباح غد الاثنين للانضمام الى صفوف المنتخب الوطني في معسكره الحالي، ان شاء الله يوصل بالسلامه. نروح لاخبار كاس العالم. ولوف يدرس الاعتماد على نوير في كاس العالم. عارفين طبعا حارس الالماني الكبير حارس بايرن ميونخ كان اصيب، نوير الحارس اسطوره بصراحه كان اصيب بكسر وقعد فتره طويله، لكن لوف حكوا تاني بالبيان اللي طلعه الكابتن واسطوره النادي الاهلي واسطوره الكره العربيه ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. بيان طلب من وزير الرياضه تشكيل لجنه ماليه لحصر تبرعات تركي الشيخ للنادي الاهلي. وكان بيان رجعت وحصر كافة الأموال والتي تبرع بها السيد تركي الشيخ للنادي الأهلي، والتأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للنادي الأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة. جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله رئيس النادي الأهلي لوزير الشباب والرياضة زهرة اليوم. حبيت أختم معاكم تاني بنص الخطاب، وبأكد وبقول للكابتن محمود الخطيب كل الناس من يوم ما عرفتك ومن يوم ما اتولدت حبتك وعشقتك لغايه لما تموت تحبك وتعشقك. كل الناس عارفه ان محمود الخطيب من يوم ما اتولد اسطوره وهيبقى اسطوره. دايما بتشرفوني وبتنوروني، ورمضان دايما كريم عليكم وتصبحوا على خير.